بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كلمتين كده في دقيقة، خلاصة الإسراء والمعراج كلمتين في القرآن: يدبر الأمر. الإسراء والمعراج حصل في سنة كانت صعبة جدا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سواء جوه بيته بعد وفاة السيدة خديجة، أو وفاة عمه أبو طالب، أو حتى في رفض الناس لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملتهم للنبي بطريقة لا تليق. ولكن الحقيقة أن في أمر كان بيدبر لسيدنا رسول الله، أخرجه من ضيق الناس إلى سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى باصطفائه واختياره لزيارة السماء، ومن قبلها زيارة بيت المقدس. وكأن ربنا بيعلمنا أن دائما بعد الضيق في اصطفاء وفي تدبير للأمر. ناس كتير اليومين دول عندهم ضوائق مالية في بيوتهم، بس ربك موجود، وربك أكبر بكتير من الضائقة اللي احنا بنمر بيها، والخزنة مليانة وكل حاجة ليها وقت. فصبرا يدبر الأمر. حاجة تانية، فكر حضراتكم أن ربنا قال لنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمنطقة اللي حوالين المسجد الأقصى منطقة ربنا خلق فيها البركة، فلو بتحصل فيها أحداث صعبة جدا على قلوبنا كلنا، يقينا ورا الصعوبة دي ثمرة كبيرة كلها بركة. اصبر شوي، اصبر وسلم لربك، كأن في بذرة دفنت فالكل افتكر انها ماتت، لكن بعد شوية هتثمر شجرة مليانة ثمار. فاللي بيحصل ده في بيت المقدس وما حولها في غزة ان شاء الله يكون كله بركة، لان ربنا قال: الذي باركنا حوله. يبقى شيء اخير، انا بكلم حضراتكم من استوديو برنامج رمضان، بدأنا نصور الحمد لله رب العالمين. دعوتكم بالفتح والتيسير والكرم من ربنا ان يمدنا كده عشان نقدم لحضراتكم يعني محتوى يبقى خير معين ورفيق لرحلتكم في السير الى الله. دعواتكم في برنامج رمضان، ونشوفكم قريب على خير ان شاء الله.